اجلس لا انت ماشي اجلس ماشي ماشي كما ماشي الطير ماشي الله يرضى عليك ماشي هذه السلام عليكم عليك السلام أسدي أنت معنا اليوم في قناة أش أم نعم واش ممكن تعطينا من وقتك شي حاجة قول أسيدي هنا بغينا غير نعرفوا شنو هي الأحوال ديال السوق أحوال ديال السوق ماشية مزيانة الحمد لله إحنا لا نقدروا نعديو وبالنسبة للأرباح كاين شي أرباح أش باش نقول لك أنت إيش دخلك في الربح كان تسلي شي حاجة باش نعطيها لك الربح لا يبقى ديالي شي حاجة أخرى ما نقولها لك شي شكون أنت احنا قناه كنهضروا باسم الناس وباسم كل المواطنين اللي كيشريو الحواله كيقولوا بان الكسابه دائما كيغليو على السوق العادي وكل واحد والراي ديالو يودي اخي والله العظيم انا ما نقولكش الا نغلي زعما نبيع القلاين نبيع الحواله والحولي اللي يدي في العام اللي يدي مليون ها في العام الا بقى له عام صافي الا انت خسرت عليه مليون الشعير ها الزرع ها التبن ها الماكله نوض في الصباح الزقيو قيو عدل وعدل هذا الشيء بزاف عاود ونبيع له انا بريال اسمح لي اخي مشي في حالك باش من الله يحفظ نقدر نمطاريك ولا نقتلك ولا نعطي شي فضيحه غير هذه العواشر لا تبقاش تسقسي الله يرضى عليك العواشر مشي باش ما تبقاش قير غير غير مشي في حالك هادي صافي انا مرحبا بك واش ممكن تعطينا شويه من وقتك طومر اخي انا بغينا نعرفوا شنو هي الاستعدادات اللي وجدتوها لعيد الاضحى عيد الاضحى الخاوة ماشي مزيان كتم استعدادات ديالنا وما كنلبسوا الحواله ومواليهم فهمتيني وباسعار رخيصه جدا فهمتيني والحمد لله ماشى الامور فهمتيني قول لي اخ واش كاين هذا الرواج هذا عندكم غير في الاعياد ولا دائما طول العام؟ لا دابا الاعياد غير المناسبات حنا كنخدموا ما طول العام كنبقاو نوزوا حاجات اخرين طلعوا نجيبوا ولا فهمتيني كنخدموا مع بنادم بلايات وهادي فهمتي مان هذا هو اللي كاين الخاوة الله يرحم بابك الخاوة هاني هاني اي حاجة احنا هنايا نهزوك نهزو الحولي احنا موجودين تحام فهمتي تبان اي حاجة اللي بغيتي هاني يا خي شكولتي نسك اخي المصور هاني ها شكرا لك وشكرا لهذا الوقت اللي عطيتينا الله يا خي هاني هاني اي حاجة احتجتوها انا موجود انا مسمي ساعد حنطابة فهمت انا هنا يا خاوة ديالي هاني بيبا بيب مشي قرون طب ان شاء الله بيب السلام عليكم وعليكم السلام معك اش ام تي في بغينا نسولوك نسقسيوك على هاد المهنه ديال التبن خصوصا دابا كاين عيد الاضحى شنو موجدين انا خلعتيني بصراحه ولكن الحمد لله احنا موجدين التبان كنوجدوا دار الاضحى كان احنا دابا فلاحه كل موسم كنوجدوا له ديالو فهمتيني دابا كنوجدوا الزراع والتبان والحواله حتى هما الحمد لله بخير موجود ايوا وماشي مزيانين الحمد لله لكن واش هذه هي المهنه اللي عندكم علاش تينا كناكلو عام كامل التبان لا الحمد لله كل موسم بوقته كاين بطاطا وماتيشا كاين كلشي الحمد لله الخير موجود في البلاد هذه السعيده وشكرا لك شكرا لك كنشكرك بزاف صافي قديتي حاجه شكرا شكرا بسلامه يلا الله عاون الله عاون يلا الله عاون شام شام السلام عليكم اهلين واش ممكن تسمح لنا ناخذ من وقتك واحد شويه قول لي شنو هزك بغينا نعرفوا شنو الاحوال ديال السوق انا ما كنجيش من هنا انا جيت غير نشوفو كامل انا كنجي من اسبانيا انا من الميريا شفنا كتساوم الحواله اي عا كنصلاصي انا العام اللي فات كنت شريت من هنايا والهم عليه خرج لي الحولي في الفواقه والسعله والنبوله اسمحوا لي واش ممكن نوقفوا عفاك اسمح لي واش ممكن نوقفوا لان الكاميرا والمشاهدين كيشوفوا دابا الله يدعي لك حتى مع قناه سميتها اش تكون انا وتكون انتيناتريس ولا تكون تيليسين كون نوتينغو بروبليم اصلا الله يدعي واش تقول شي حاجه ولا دغيا انا مزهوب المراكز استنى الله يدعي احنا راه باقيين في الحوار الا بغينا غير نعرفوا شنو واش السوق غالي بالنسبه لي لك ولا ماشي غالي اودي انا ما كنجيش من هنا الله يدعي لك ماشي غالي او ماشي غالي وخلينا الله يدعي لك دابا انت داخلك في الغلا كقعد ساعتي الناس واش عجبهم العيد او كبدا تدخل على الميتشات تجي تجي على الميتشات كنشوفك انا غالي او رخيص انت ماشي تدخل السوق
كيف حالك؟ انا بغيت بالسكر الله يكاع لي المدرد. لكن كنعرفوا حنا كيف حالك الله يكاع لي. خيانات نمشيو نشوفوا واحد السيد كيبان لي بحال شرا شي حولي. نمشيو نشوفوا على الله يخلينا نتحاوروا معاه. امولوندا السلام عليكم. عليكم السلام. هوندا خذيتينا من وقتك واحد شويه. امر زين معنا زين معك. الصبر يا حولي هذا قبل بعدا الله يجعلهم تحيه. امين. شكرا شكرا. معك قناه اش ام اجي. واخا تسمح لنا بغينا غير نسولك شنو هي يعني كاين شي اثمنه رخيصه ما كاينش؟ كنا شنو هي الاحوال ديال السوق؟ غالي الحولي غالي بزاف. 1500 درهم بزاف. انا كنفضل بالنسبه ل 1500 درهم جاتني رخيصه. لا رخيصه شري مني. تقدر تزيدني 500 درهم؟ لا انت شريت. انا شريت وندمت لان نشري ما 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 مرجل حسن. علاش طريطات طريطات خلص على طريطات حسن؟ علاش مصيبه هذه؟ امولوندا يعطيكم الرفده. الله يعطيكم الرفده. لاباس عليك لاباس. قالوا عندي شغل. سمحنا واش ممكن ناخذ منك واحد شويه من وقتك؟ قول لي شنو خصك؟ حنا واحد القناه اسمها اش ام بغينا غير نعرفوا شنو هي الاجواء ديال العيد. الاجواء ديال العيد الحبيب باش نقول لك؟ انا ما كنعيطش. والله ما عنديش الراجل هذا جال الحبيب والو. ما عنديش الراجل. مات لي الراجل عندي 5 سنين. الحمد لله انا عايشه. ونسين شوفناك بحال معصبه والعواشر هادي. اش باش نقول لك ابني؟ شكون باش ماشي يتعصب شي؟ ما كاينش اللي يشري الحاولي. ما كاينش اللي يشري الخرقوم ولا اليبزر ولا الحنوط كاملين. الحبيب ما عندي فحم. ما عندي تبن. ما عندي عيد. كنعرفوا كاين جمعيات كيعاونوا الناس. كيعاونوك ليه اللي كما تشوفوا فيا انا؟ شي الله يعطيك الدال. مشي الله يعطيك الدال. السلام عليكم. والله الا جبرتيني دابا متاخر دي بوان عيط لك بالا. يلا بينغا قول لي اخر. اسمح لي قلت انا مع باريانتا. انت حنا سمحنا احنا معك قناه اش ام. الله يا اخي الدنيا هانيه متشرفين. مرحبا بك معنا. الله يا اخي قول لي. بغينا نعرفوا ونتعرفوا اكثر على العيد هنا وكيفاش كتشوف الاثمنه هنايا في المغرب. بيان بيان الحمد لله. المغرب ماشي اول مره كنجي بيرو كنجي من طنطا بس الحمد لله. احنا هنايا اوكي بيان. الحمد لله. غير واش ما بغيت نعرف واش انك دائما كتعيد هنا في المغرب؟ اوكي انا كابه. انت ناش من دخل عندك؟ عيد ما نعيدش. شمن عندك؟ شكون تينك بعدا؟ لا حنا كنهضروا. شكون تينك؟ شكون تينك في الدار معايا؟ اسمح لي انا قناة الابريم. انا معاك برينسيبي الابريم. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. انا ما تهضرش معايا هيدا. اسمح لي ما تهضرش معايا هيدا. فينغا كويداتي تقدر تكوي تقدر تكوي تقدر تكوي دادي فينغا. انا استخدمت كاميرا ولا لا؟ تبدا صافي. اسمح لنا اخي واخا نسولوك. اسمح لي انا نسقسيك شي واحد كيبيع التبن هنايا؟ حنا معك قناه اش ام متشرفين. ولكن شي واحد هنا كيبيع التبن حيت ماما صرات نشوف شي واحد كيبيع التبن ضروري. بغينا غير نسولوك الا ممكن لان حنا ما كنعرفوش هنايا شكون اللي كيبيع التبن. انا بيدي ما كنعرفش. انا بيدي ماشي جبرتيني متلوف. خصني نمشي نشوف قلنا والا والو ياك. واخا نسولك واحد السؤال الا جات على خاطرك. قول لي واخا. بالنسبه للعيد كيفاش كتمر الاجواء ديال العيد؟ واش كتجمعوا النهار ديال الذبيحه الحولي شنو كيكون؟ بطبيعه الحال كنتجمعوا كتجمع عائله. ولكن عندي واحد المشكل سبحان الله العظيم. ملي كنت باقي صغير ما كنقدرش نركز على مسائل الذبيحه حيت واحد راتي شفت الدم وصخبت شي سيمانه وبقيت صافي سبحان الله. واش دائما هكذا ولا؟ لا ماشي اصلا الذبيحه ما كنحضرش وصافي. ما الحولي كنصور معاه بزاف حاجات. شكرا سلامة. ما عندك شي حاجه اخرى تقدر تضيفها؟ لا صافي هادشي اللي عندي حيت انا دابا ماما كيستناني نجيب لها التبن. قسما بالله شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما لاحظتوا فاحنا اليوم متواجدين من داخل تفادي كيبان لي انس غادي نوقفوا. نعم اخي شنو كتشخشي الناس كاملين وحنايا زعما شنو بنادم بهذا هنايا؟ لا حنا سالينا الروبورتاجات ديالنا. جينا في الصباح وحنا كنبيعوا الحبل. حنا والو زعما اذا تعاود معنا وتحاورنا واخا يمكن نتحاوروا ماشي مشكل. نتعرفوا عليك العربي. شنو كدير هنا العربي؟ جينا كتشوف كنشنا قراشي كنبيع الحبوله اخي الطبيعي. وكتشوف ان الحبوله هو مصدر العيش ليك طول الحياه. الحياة حنايا فحال الغابة فهمتي. جبرت سميانة ناكلة جبرت علينا ناكلة فهمتي كيفاش المنظر كيتشم فهمتي كيف يعني
كنبيع مراك كاكو مراك حوت مراك كنبيع الحواله مراك بنادم كتجي مني كنبيعو فهمتي كنشوفك بحال مع السب كتشوفك حنا من القناه مرحبا بك حتى انا من القناه انا مغربي ما تشقشينيش بحالي بحال الناس ولا شنو جا لا حنا كنسولوك يعني شنو كتشوف هذا العام هذا واش الناس غادي يشريو الحواله كاملين بهم الاثمنه مناسبه لا شنو بغيتي توصل شي ميساج قولو واش نقول لك جا ما كيتشم الحواله هذا العام يا شلال يا شلال طاعات فيها الاغوم والصوف الطغطيه ضد الضحك اقسم برا برا يدك هادي يدك من هذاك وراك يدك الله العظيم اخي الطبيعه اخي شنو كنقول لك ومبروك العيد وتحيا المغرب وتحيا الشعب المغربي وكنحمق على المغرب وتهلا فراسك.